حشود بشرية من مختلف الأجناس والأعمار، شباب، كهول، أطفال ونساء، ملأوا شوارع العاصمة حاملين راية الوطن جنبا إلى جنب مع الراية الفلسطينية. كل هؤلاء تعالت أصواتهم نصرة للمقاومة الفلسطينية في تصديها لوحشية العدو الصهيوني. ورانا مع قضية فلسطينية ظالمة أو مظلومة، ورانا معها الأمس واليوم والغد إن شاء الله. المرأة الجزائرية التي ساهمت بالأمس في تحرير الجزائر، ها هي اليوم تثبت تمسكها بمواقفها الرافضة للاحتلال وتحمل شعارات الحرية لأرض فلسطين، شعارات نددت فيها ببشاعة مجازر الكيان الصهيوني. قضية فلسطينية، قضية الأمة العربية كلها، قضية إسلام، قضية الدين، ولازم كامل نخرجوا ونساندوهم. الجزائر راهم معاهم، فلسطين راهي في القلب. الجزائريون بمختلف أطيافهم ومشاربهم يؤكدون مرة أخرى تعلقهم بالقضية الفلسطينية، وما المسيرات الوطنية الداعمة إلا دليل آخر على أن هذه القضية ستبقى في القلب لغاية تحرر أرض فلسطين.